بنقول صيام العشرة من ذي الحج هم كم يوم؟ 9، بس بنقول ايه؟ 10. فده في لغة العرب انهم يطلقون الشيء على الكبير، واحيانا يطلقهم الشيء يعني يطلقهم الكل على الجزء، ده موجود وده موجود. يقولون صمت اليوم وقمت الليلة، يبقى قمت الليلة ما أمامش كلها، هو يدوبك بس ربع ساعة اللي صلاه، يبقى يسمى إيه؟ قمت الليلة. فأطلق الكل وأراد الليه الجزء. لا يا راجل كذب، إيه هذا؟ ليس بكذب، هذا سنن من سنة العربية. ولذلك قال بعض المتقدمين أبلغ الكلام أكذب، فظن بعض الناس أن أبلغ الكلام أكذب، أن كلما تفننت في الكذب وروغت في الكلام كلما كنت بليغا. لا، لا يقصدون بالكذب هنا ما نقصده، وإنما يقصدون بالكذب اتباع السنن في إبداء ما لا يظهر لك من الكلام ولا يوصل إلا بالتأني. واخد بالك إزاي؟ كالمجازي مثلا، لما أقول قابلني أسد فاعتنقني واعتنقته، هو في أسد بالفعل قبلك النهاردة واعتنقك؟ ما هو لو في أسد قبلك واعتنقك كان زمانك دلوقتي يعني مش موجود، ما بنتش خالص، كان بلعك في بق. هو قبلك أسد اعتنقك؟ هو مش أسد، أمال إيه؟ رجل شهم أو شجاع وما إلى ذلك. ماشي؟ ده نسميه كذب؟ ده في الشرع ليس كذبا، لكن في سنة العربية وسنن العربية وعند أصحاب البلاغة والبيان يسمون ذلك إيه؟ مجازا.